أبنائي طلبة وطلبات ثانوية عامة، أهلا بكم في دي درس جديد من دروس مادة البيولوجي. اليوم إن شاء الله بنكمل في شابتر 2 هرمون والكوردينيشن in living organisms. بناخد في بارت 2 بيتيوتري جلاند، بنتكلم فيه إن شاء الله وهنراجع بيتيوتري كلها إن شاء الله. أنا عارف إن في موضوع تأجيل الدراسة أو تأجيل الامتحانات لمدة أسبوعين كمان لغاية 21 يونيو، ده ممكن يزعل ناس كتير، لكن ممكن ناس كتيرة برضو تكون كان نفسها تمتحن بدري وكان نفسها أنها تخلص السنة الدراسية طول زيادة عن اللازم، هم حاسين بزهق أو ملل، لكن ممكن يكون الأسبوعين دول هدية أو فرصة كويسة إن احنا نقدر نلم فيها المناهج اللي مقدرش يخلص، واللي عاوز يثبت معلومة واللي عاوز يراجع أكتر أو يحل بوكلتس أكتر، ده ممكن يكون شانس كويسة. في كل الأحوال ربنا يوفقكم وده يكون لمصلحتنا، يعني يتحول لمصلحتنا في الآخر. طبعا انت ممكن بمجهودك الفترة الجاية تكون سبب بنجاحك وتفوقك، سبب سعادة وفرحة ليك ولغيرك، ليك ولأسرتك، ليك وقرايبك ومعارفك. في الأساس تكون راضي عن المجهود اللي انت بذلته، ونكونش انت بخلت على نفسك بمعلومة او بخلتش على نفسك بتعب كان ممكن تأديه بصورة افضل. طبعا ربنا يوفقكم، الجاي يكون أحسن، والشهر ده يكون فيه بركة كويسة ويكون فيه شغل أحسن إن شاء الله من الفترة اللي فاتت. جود لك، كفاية كده كلام، نبتدي نشتغل. تعالوا بينا نشوف. Mention the site of pituitary gland. Mention the site of pituitary gland. ده كان في second session في 2002. تعالوا بينا نشوف موضوع السايت. السايت معناها اللوكيشن، معناها المكان أو البليس الموجود في بيتيوتري جلاند. طبعا معروف إن البريم بتاعنا موجود في السكال، تمام كده، سكال بونز. في ربنا خلق لنا كده حفرة خاصة في الفلور بتاع البرين، أدي الفلور بتاع البرين أهو. بيمثل لنا إيه الفلور ده؟ بيمثل حتة دي تمثل الفلور بتاع البرين، اهي كده كل دي البونز دي، الحفرة دي موجود فيها مين؟ البيتيوتري جلاند. طيب يبقى موجودة فين البيتيوتري جلاند؟ موجودة underneath أو beneath الهايبوثالامس، يعني تحت الهايبوثالامس. ومعروف الهايبوثالامس ده بارت مهم جدا من البرين بتاعنا. نكمل كده مع بعض، نشوف الهايبوثالامس مرة تانية. ادي الهايبوثالامس اهو، المنطقة دي كلها دي بارت لور بارت من البرين، طبعا متصل اتصال مباشر بالبيتيوتري جلاند وبالاخص البوستيريور لوب من البيتيوتري. معروف يا ولاد ان البيتيوتري جلاند بتتكون من 3 لوبز. ادي لوب اللي هو داركر شوية في اللون، تمام كده، او داركر عن اللي بعديه. مقصود بيه ده الانتيريور لوب، وبعد كده في ميدل لوب وده سمولر وان، بعد كده بيجي لنا البوستيريور لوب. يبقى 3 لوبس، انتيريور وميدل وبوستيريور. عندنا الانتيريور والميدل يمثلوا الادينو هايبوثيسز، ادينو هايبوثيسز، والبوستيريور لوب مع مين؟ مع الانفانديبولم اللي هو يعتبر الستوك اللي نازل من الهايبوثالامس، يمثلوا الاثنين مع بعض النيورو هايبوثيسز. نيورو جايه من نيورونز، ونيورونز معناها نيرف سيلز، والنيرف سيلز موجوده فين؟ في البرين، يعني احد الاماكن موجود فيها نيورونز البرين. فنفتكر دايما النيورو هايبوثيسز بيتحكم في طبعا الهايبوثالامس تحكم مباشر، لان في النيورو سيكريتوري سيلز، هنشوف الكلام ده في صور بعد كده. المهم اجابه السؤال تبقى ايه؟ منشن ذا سايت اوف بيتيوتري جلاند، هتبقى مباشره عباره عن it is located beneath. beneath ايه؟ beneath the brain and connected with a with the hypothalamus, connected with the hypothalamus. طيب نكمل كده مع بعض.
سؤال تاني. In the opposite figure, write the labels from number 1 to number 9. Number 1 to number 9. لو بصينا كده مع بعض وشفنا الديتيلز بتاعت 1 لغاية 9 هنشوف الكلام ده. سألني بعد كده سؤال تاني. Mention the number of each of the following glands on the figure. عاوز يعرف النمبر اللي يمثله الماستر جلاند. يا ترى هو رقم كام من 1 لغاية 9؟ وبعد كده الميكسي جلاندز. انهي جلاندز تمثل ميكسي جلاندز؟ وكمان عاوز 3 examples لميكسي جلاندز في الفجر اللي قدامنا. لو بصينا كده مع بعض وشفنا هنا هوت نمبر 1. نمبر 1 ده تحت البرين مباشرة وهو بارت من البرين. فده الهايبوثالامس. طبعا هنا نقدر نكتب هايبو ايه؟ سلامس. طيب النمبر 2 تمثل ايه؟ تمثل بيتيوتري جلاند. بيتيوتري جلاند. اوكي. نمبر 3 تمثل ايه؟ تمثل الثايرويد. تمثل الثايرويد. يبقى دي الثايرويد جلاند. Number 4 وكاتب هنا comment on dorsal aspect of كذا. واضح ان هما 4 في النمبر. ادي 1 2 3 4. ما يبانوش من قدام كده زي ما انا شايف. يبانوا من ظهر الثايرويد. يعني لو خلعت كده الثايرويد بتاع الشخص ده وبصيت كده من ورا هلاقي مين؟ البارا ثايرويد جلاند. يبقى دي البارا ثايرويد ثايرويد اي جلاند. نكمل كده. في جلاند هنا في الشيست. طبعا هنا on dorsal aspect of اي ثايرويد. اوف ثايرويد. اوكي. نكمل. هنا الجلاند دي تمثل الثايمس جلاند. وطبعا انتوا عارفين الثايمس جلاند خدناها مع مين؟ خدناها في الاميونيتي قبل كده. في درس الاميونيتي. طيب. ليها دور في الماتوريشن اوف تي لينفوسايتس. بناخد بعد كده في منطقه الابدومن في كذا جلاند في الحقيقه. هناخد منهم اثنين بس دلوقتي. هناخد طبعا اللي فوق الكدني مباشره بيسموها ادرينال جلاند او سوبرا رينال جلاند. يبقى ادرينال جلاند. ادرينال جلاند. اوكي. نكمل كده مع بعض. طبعا ده يمثل ايه؟ يمثل بنكرياس. نيجي بعد كده في المنطقة بتاعت البلفيك جردل. تمام كده. نلقى ايه؟ لو كانت الصورة تمثل فيميل يبقى هنا داخل الابدومن في اللور بارت من الابدومن نلقى الاوفري. يبقى ده اوفري. اوكي. ولو كان اوتسايد البادي بتاع الميل هنلاقي دي تستس. طبعا تستس كده الليبلز بتاع كل الاندوكراين جلاندز. طيب يا ترى مين الماستر؟ مين الرئيسه؟ مين المانجر بتاع كل الاندوكراين جلاندز؟ معروف هي البيتيوتري جلاند. هو مش طالب اسمها، هو طالب في الحاله دي الرقم بتاعها. والرقم بتاعها هو نمبر ايه؟ نمبر 2 زي ما انتم شايفين كده. نمبر 2. نكمل كده الميكس جلاندز هتبقى ايه بالنسبه لنا؟ الميكس جلاندز طبعا واضح جدا هتبقى البنكرياس. ودي الميجور ودي واحده مهمه جدا واخده رقم كام؟ رقم 7 برضو النمبر. هنا هو هنلقى برضو من الميكس جلاند هنلقى الاوفر يعتبر ميكسد والتستس ميكسد. ليه؟ لانها بالاضافه انهم الاثنين مسؤولين عن الجاميت وجينيسيس يعني الفورميشن اوف ايجز. تمام كده. او اوفا وكمان السبيرمز مسؤولين عن تكوين هرمونز. الهرمونز دي اللي هي الميل هرمونز والفيميل هرمونز. الميل هرمونز الاندروجينز سواء التستوستيرون او اندروستيرون. وكمان الاوفر بيطلع فيميل هرمونز الاستروجين وبروجسترون. دول من ناحيه انهم اندوكراين. طب من ناحيه انهم ميكسد
بالإضافة للهرمونز اللي أضافوهم أو أنتجوهم secreted in bloodstream directly طلعوا جامتس، وجامتس دي ماشي في تيوبز، يعني بالنسبة للميل هيومن السبيرمز بتعدي في داكت الفاز ديفرنس اللي هو السبيرم داكت، وبالنسبة للفيميل ريبرودكتيف سيستم بنلقى الأوفم بسقد عن طريق عن طريق الفالوبيان تيوب أو الأوفيدكت، فيعتبر كده ميكس جلاند. يبقى نقدر ناخد الأرقام 8 وناخد الرقم 9. طبعا في جلاندز تانية مش موجودة في الصورة دي، الاستومك تعتبر جلاند، وكمان السمول انتستين تعتبر جلاندز. هناخدها في نهاية الشابتر مع بعض، ما ننساش إن شاء الله، نكمل كده مع بعض. سؤال آخر، what is meant by homeostasis؟ يعني إيه homeostasis؟ homeostasis عبارة عن keeping the internal environment of the body constant. internal environment of the body يعني إيه internal environment of the body؟ معناها البلد بتاعك يبقى الـ pH بتاعته constant، يعني تقريبا ما بين 7.2 لغاية 7.4، تمام كده؟ within range، ده الرينج بتاعنا، ما يقلش عن 7.2 ما يزيدش عن 7.45، ده الرينج بتاعنا، ده الـ pH. طب لو قل عن كده، لو قل عن 7.2 جدي ديزيز على طول، طب لو زاد ديزيز آخر. يبقى دايما دايما جسمنا بيحافظ على الـ pH value بتاعت البلد within range. طيب ايه كمان؟ temperature بتاعتنا ليها range، الفاستنج بلاد شوجر ليه range. اكزامبل للمشهور ومعروف هناخده في الاندوكراين ان شاء الله في الفيديوز بتاعتنا، الفاستنج بلاد جلوكوز ليفل. اكون صايم يعني متعشى بالليل مثلا، نزلت اللاب تاني يوم واخدوا سامبل من البلاد، فالمفروض يعينت ايه؟ فاستنج بلاد. فاستنج بلاد هلاقي المفروض الجلوكوز بتاعي لو انا نون دايابيتك، شخص سليم هيلثي بيرسون، هلاقي الجلوكوز بتاعي يتراوح ما بين 80 ل 120 ملي جرام لكل 100 ملي من البلاد بتاعي، ده الرينج بتاعنا. لو زاد عن كده في كلام، لو قل عن كده في كلام اخر. اوكي، فمفروض ده الفاستنج بلاد جلوكوز ليفل within range. بيسموا الكلام ده ان الاكزامبلز زي كيبت كونستنت اول ذا تايم، ده وذين رينج طبعا بيسموه هوميوستاسيس. هوميوستاسيس معناه ستابيليتي في الانترنال انفايرمنت اوف اور بودي. اوكي، نكمل كده مع بعض. سؤال اخر، وات از مينت باي ايتش اوف ذا فولوينج؟ ماستر جلاند، وات از مينت باي ايتش اوف ذا فولوينج؟ ماستر جلاند. من كلامنا اللي فات واضح ان دي بيتيوتري جلاند، تمام كده، واضح انها سكريت سيفرال هرمونز، والهرمونز دي في البلاد ستريم دايركتلي، وبتاثر على اذر اورجانز، والاورجانز في الحاله دي قد تكون اورجانز وقد تكون جلاندز، يعني بتاثر على الفانكشن والجروث بتاعها والاداء بتاعها. ازاي يعني؟ مثلا هنا هو TSH thyroid stimulating hormone بيأثر على thyroid gland، ال ACTH adrenocorticotrophic hormone بيأثر على adrenal cortex، دي جلاند أخرى علشان تطلع هرمونز خاصة بيها. هنا هو برضو ال anterior بيطلع إيه؟ بيطلع FSH و LH، الاثنين بيأثروا على الأوفري لو كانت في ميل، وعلى التستس لو كان ميل، الـ FSH والـ LH، ودول برضو endocrine glands، تمام كده؟ نكمل كده نشوف growth hormone. growth hormone بيأثر على الإلونجيشن واللينجز بتاع البونز بتاعتنا عشان تدينا الهايت، وتأثر على المسل بمعنى البروتين synthesis اللي داخل المسل. طب بالاضافه للبرولاكتين، برولاكتين يعني بيفور لاكتيشن، بيعد ايه؟ الماميري جلاندز تو سيكريت ميلك، بيجهزها فور برودكشن اوف ميلك. ايه ده؟ كل دي هرمونز من الانتيريور بيتيوتري، من اول هنا كده نمشي كده الحته دي،
كل ده anterior pituitary. طيب ايه ده؟ يعني most الهرمونز من الانتيريور، ونلقى تو هرمونز مكررين علينا. الانتي دايوريتيك هرمون بيأثر على الكدني مباشرة، الكدني نيفرونز طبعا الانتي دايوريتيك هرمون. طيب وايه كمان اللي بسموه فازو بريسن؟ بيأثر على البلد بريشر، وبيأثر على الاماونت اوف اي يورين سكريتيد باي كيدنيز. كمان الاوكسيتوسين، الاوكسيتوسين ده مهم جدا وقت ايه؟ وقت طبعا الليبر او الدليفري اللي هي الطلق ما قبل الولاده مباشره، اللي هو كونتراكشن وريلاكسيشن اوف يوتراين ماسكولار وول، علشان تو اجكت اند ريليز اوف اي نيو بورن بيبي. نكمل الاوكسيتوسين نفسه زي ما بيأثر على اليوتراين وول، بيأثر على الماميري جلاند، مش علشان سكريت ملك، لا علشان ريليز ملك او اجكت ملك. طبعا هناخدهم بالتفصيل فيما بعد الاثنين، اوكسيتوسين بالاضافه للبرولاكتين هناخدهم بالتفصيل. طب باختصار ايه اجابه السؤال؟ وات از مينت باي ماستر جلاند؟ ماستر جلاند هي طبعا هنقول انها هي البيتيوتري جلاند. وليه ماستر؟ لانها اكيد افكت اذر اندوكراين جلاندز. قال لك هنا it is the pituitary gland as it controls the function and secretion of most of other endocrine glands. زي ما شايفين في الصوره كده، الانتيريو بيأثر على عدد كبير من الجلاندز، والبوستيريو بيأثر على عدد اقل شويه، لكن في الاخر كل بيتيوتري بيتأثر على other endocrine glands، فهي الماستر، هي المانجر، هي اللي بتشغل الكل. اوكي سوري. نكمل كده مع بعض. give reasons. لو بصينا كده، the anterior loop of pituitary gland in human is more important than its posterior. من إجابة السؤال اللي فات عرفنا ليه. مش معناها ان البوستيريور مش مهمة، لا، ده معناها انها بتأثر على عدد أقل من إيه؟ من الأورجانز أو من الجلانز. نبص كده، this is due to a anterior loop secretes more إيه؟ more hormones than that produced by posterior loop. زي ما علمنا الحتة دي كلها، ده كده anterior، طبعا مور هرمونز خارجين من الانتيريور بيتيوتري جلاند عشان تأثر على مين؟ تأثر على سيفرال اورجانز، اكتر من مين؟ اكتر من البوستيريور. اوكي، ده سبب انها مور امبورتنت ذان اتس بوستيريور لوب. نكمل كده مع بعض. سؤال اخر، وات از مين باي ايتش اوف ذا فولوينج بيتيوتري تروبيك هرمونز؟ يعني ايه بيتيوتري تروبيك هرمونز؟ تروبيك هرمونز او بيسموها بيتيوتري تروفينز، واحيانا تروفيك هي تروبين او تروفيك هي بيتيوتري تروفيك او تروبين، بتعمل ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن جروب اوف هرمونز ذات افكت ذا اكتيفيتي اند سكريشن اوف اذر جلاندز. بتاثر على الاكتيفيتي والسكريشن بتاعتها. زي ايه؟ زي الاكزامبل اللي قدامنا، هي كل التروبيك هرمونز او تروفيك هرمونز خارجه من الادين وهايبوفيسز، المقصود بها الانتيريور بيتيوتري. تمام، هي الادين وهايبوفيسز بتسكريت سيفرال هرمونز، واقول الاسامي بتاعتهم وبتاثر عليهم ازاي. نشوف كده، اول حاجه ثايروتروفين. ثايروتروفين جايه، كلمة روفين معناها جاية من البيتيوتري ورايحة للثايرويد، فهي ثايرويد ستيموليتنج هرمونز تي اس اتش. فين التي اس اتش؟ اهو تي اس اتش. اوكي، التي اس اتش، يبقى تي اس اتش اسمه ايه؟ ثايروتروفين او ثايرويد ستيموليتنج هرمون. بيأثر على مين مباشرة؟ على الثايرويد جلاند. ستيموليتد علشان تسكريت ثايروكسين اللي هو الاكتيفيتي هرمون بتاعها، بينشطها. تمام كده، يبقى كأن الثايرويد تستنى أوامر وكومانز منين؟ من الأنتيريور بيتيوتري. إيه الأمر ده؟ تي اس اتش. ليه؟ عشان يعملها ستيموليشن. طيب إيه تاني؟ أدرينو كورتيكو تروفيك هرمون. فين الأدرينو كورتيكو؟ أهو الأدرينو كورتيكو تروفيك هرمونز. بيأثر على مين؟ على الأدرينال كورتكس.
ملوش علاقة بالمظلة، بالكورتكس بس، بالأدرينال كورتكس، علشان سيكريت وكورتيكوستيرويدز زي الكورتيزون، زي زي مثلا نقدر نقول كورتيزول أو كورتيزون، هو الاثنين واحد. ممكن مينرالو كورتيكويدز، أوكي، ممكن جلوكو كورتيكويدز اللي هي بتأثر على كربوهيدرات ميتابوليزم، ممكن السكس هرمونز اللي جاية من الأدرينال كورتكس، كل دي تعتبر إيه تحت تحت إيه، بتيجي بعد رسالة جاية من البيتيوتري اسمها ACTH تتنشط وتنتج الباقي. طيب نكمل كده، جونادوتروفيك هرمونز. جونادوتروفيك هرمونز معناها FSH و LHB. ليه سموها جونادوتروفيك؟ لأنها بتأثر على الجونادز، على التستس وعلى الأوفري، تمام كده؟ فهي الـ FSH و LH هناخدهم في الريبرودكشن وهناخدهم بعد شوية في درس النهاردة. ده جونادوتروفيك إيه هرمونز. فوليكل ستيمولاتينج هرمون، هي بتحفز تكوين فوليكلز اللي هي فيما بعد اسمها جرافيان فوليكل، وداخلها السكندري أووسايت أو السكندري أوفم اللي هي ريليزد وقت الأوفيوليشن. يبقى هي بتحفز تكوين الأوفري لفوليكل، وبداخل الفوليكل بيحصل ماتوريشن للأج. يكمل كده، هرمون الآخر اسمه ليوتونايزنج هرمون. ليوتونايزنج هرمون ده هرمون الأوفيوليشن، ده اللي بيساعد على الريليز أوف أوفم من الأوفري. إيه ده؟ ده بس احنا واخدين تو هرمونز دول بيأثروا على التستس كمان، هنشوف إيه علاقتهم بالتستس وإيه علاقتهم بالأوفري بعد شوية. نكمل كده مع بعض. برولاكتين، برولاكتين بيأثر على مين؟ على الماماري جلاند. الماماري جلاند، الماماري جلاند سكريت ايه؟ ملك. سكريت بس مش ريليز، يعني الملك مش هيخرج، وده طول فترة بريجنانسي بيبقى فيه فورميشن في مور جلاندز وديفلوبمنت لمور جلاندز، وبريبير فور ايه؟ فور سكريشن اوف ملك، برودكشن اوف ملك. ويبقى الملك جاهز لوقت البيرث علشان الساكلينج يساعد على الريليز بمساعدة الأكسيتوسين فيما بعد. تعالوا بينا الإجابة الخلاصة بتاعتها إيه؟ بيتيوتري تروفينز A group of إيه؟ A group of hormones that affect the activity and secretion of other glands. وناخد examples بالنسبة للثيرويد كان TSH، بالنسبه للجلاندز اللي هي الخاصه بجونادز FSH LH، بالنسبه للمامري جلاندز برولاكتين، وبالنسبه للادرينال كورتكس طبعا ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. سؤال اخر، what is the reason for each of the following؟ جايجنتيزم. جايجنتيزم معناها ايه؟ لو بصينا كده المنظر ده، يا في مان تولست مان يمكن اكتر من الموجودين في الصوره طبعا، والباسكت بول مان برضو او بلاير، وفي هنا في ميل تقريبا قربنا نخرج من السقف، لكن واضح انهم ايه فعلا جاينت. طيب جاينت بيرسونز دول نتيجه، واكيد اكيد جروث هرمون. طب جروث هرمون امتى؟ وقت التشايلد هود ولا افتر او وقت الادلت؟ طبعا وقت التشايلد هود حصل جروث هرمون زاد قوي عندهم فعمل جروث زياده. طيب جروث هرمون ليه عمل كده؟ لان في حي جروث هرمون ليه دور في الميتابوليزم، ليه دور في الانابوليزم، في دور في البروتين سينثيسز، فساعد على الجروث للطول اللي انتوا شايفينه ده. نكمل كده، it is caused by hyper secretion of growth hormone. hyper secretion of growth hormone from anterior pituitary loop. ده واحد من الهرمونز بتاعت الانتيريور during a childhood. لازم الكلمات اللي هي بالالوان دي معبره لازم تتحط في الانسر بتاعتنا. hyper secretion يعني more concentration من growth hormone secreted من anterior pituitary loop. وكمان امتى؟ لازم ابعرف when دي مهمة قوي، during childhood. لو بصينا كده طبعا النتيجة ايه؟ significant increase in the height،
than the normal range. دول ممكن يكونوا normal range, يعني شخص normal خالص. الشخص ده مثلا أو two nurses دول قد يكونوا normal جدا في الهايت within range, لكن واضح الميدل وان هي الهايست, يبقى فيه هنا significant increase, يعني increase ملاحظ قوي. طيب نكمل كده ليه؟ نقول السبب because growth hormone controls metabolism especially protein synthesis, so it controls the physical growth of the body. يأثر طبعا على growth بتاع ايه؟ البادي بتاعنا. ده كان الريزونز الخاصة بجايجانيتيزم. طبعا السؤال المتوقع عكسه تماما, دوارفيزم. reason for each of the following. دوارفيزم, فواضح دوارفيزم التو بيرسونز اللي قدامنا في الصورة. طبعا نتيجتي أكيد في decrease in production. decrease in production اسمه hyposecretion. لمين؟ لgrowth hormone. امتى؟ وقت الشايلدهود. منين؟ من anterior pituitary. فنقدر نجاوبها كده as growth hormone. السبب بقى المباشر طبعا هنقول كل الكلام اللي فات. as growth hormone controls metabolism especially protein synthesis, so it controls the physical growth of the body. طب ايه اللي حصل؟ طب ما ده الوضع الطبيعي growth hormone. قال لك ايه؟ so hyposecretion of growth hormone في الاشخاص اللي قدامنا from anterior pituitary lobe during childhood these two dwarfism. ايه السيمبتومز؟ ايه الملاحظ عليهم؟ significant, وبالتالي يعني leads to significant decrease in the height than the normal range. اوكي؟ ده بالنسبه للدوارفيزم. السؤال اللي بعد كده متوقع ليجي اللي هو ايه؟ اكروميجالي. اكرو ايه؟ ميجالي. reason for each of the following. طبعا اكروميجالي, كلمه اكرو معناها terminal, في الطرف, extremity, متطرفة كده في الجنب يعني. ميجالي معناها ايه؟ معناها increase in size, معناها swelling, حاجة large عن اللازم. كلمة أكرو خدناها قبل كده في كلمة أخرى في topic آخر. أكرو ايه؟ أكروسوم, كانت في مقدمة السبرم, في الهيد أوف سبرم قبل النيوكليوس على طول. أكرو صوم. هنا أكرو ميجالي, هي نفس الكلمة, نفس الايه بريفكس ده, هو هو أكرو معناه تيرمينال. طيب من اسمها كده يا عبارة عن ايه وليها علاقة بجروث هرمون؟ بصوا يا ولادني الصورة بمعبرة, نفس الفيميل دي او نفس الومان دي, هي نفسها دي, هي نفسها دي في different ages, لكن واضح الشيب بتاع السكال بتاعها او الفيس بتاعها تغير, ملامحها تغيرت. على فكرة الايج بتاعت الومان دي 52 years بس, يعني مش عجوزة ولا حاجة, لكن في تشينجز رهيبة جدا حصلت. ان في صورة رابعة هنا مش موجودة معنا, هي صورة هي والجيرل وشكلها كان اجمل من كده بكتير طبعا, لكن نتيجة ان ده ديزيز, نتيجة انها تعرضت لهايبر سيكريشن اوف جروث هرمون. لكن امتى؟ بعد adulthood, بعد ما بيت mature وadult, بعد ما عدينا مرحلة childhood. إيه اللي حصل؟ growth hormone قاعد يدور فين البونز يا جماعة اللي هطولها, فين فين فين, ما لقاش, كل البونز اكتمل نموها. احتار growth hormone هيروح فين وهو في البلد المسكين ده؟ هيروح البونز عندها استعداد انها تتغير. البونز دي كان عددها قليل, الحمد لله ان كان عددها قليل و مالهاش علاقة بالهايت, لكن هي علاقة بإيه؟ بالميجالي, يعني السويلينج زيادة عن اللازم. بصوا إيه اللي بيحصل. طبعاً it's caused by hypersecretion of growth hormone in adults. طيب characterized by, it is characterized by increased bone growth at a extremities, من كلمة أكرو اللي احنا خدناها يا أولاد extremities, and characterized by ايه بقى؟ طالما extremities enlarged hands, عشان كده صورة موضحة الهاندز بتاعت الايه الومان دي enlarged hands. طيب يا ترى الفيت نفس الكلام؟ الفيت نفس الكلام enlarged. ايه كمان؟ الفينجرز شكلها غريب والانجيتد. دي بونز موجودة في الهاند بتاعتنا والفيت بتاعتنا عندها استعداد انها تطول وتتضخم,
نتيجة growth hormone. قال لك إيه كمان؟ The bones of the face هي كمان شكلها تتغير. يعني البونز الحتة بتاعت الشن دي اللي هي إيه نزلت لتحت حبتين واضحة هنا قوي برضو وهنا كمان. طيب symptoms دي أو features دي يا ترى نقدر نشوفها في حد تاني؟ نشوفها في مين؟ في الملك الفرعوني القديم توت عنخ آمون، الصور الموجودة في التمبلز والأثار بتاعتنا بتوضح الملامح، ده شكل حقيقي ليه كان كده. السؤال اللي بعديه compare between the following. لو بصينا كده FSH and LH in terms of the effect of each hormone on the female human. عاوز يعرف ال FSH وال LH اللي هما gonadotrophins اللي هما من anterior pituitary بيعملوا ايه في الفيميل هيومن. تعالوا بينا نشوف. they are gonadotrophic hormones. من هيلة gonadotrophic تعالوا بينا نشوف which affect the function of gonads. فين الأوفريز في حالة الفيميل؟ والسؤال هنا عن الفيميل بس. follicle stimulating hormone FSH لو بصينا كده الاستراكشر للأوفري خدنا فيه سيكشن وبصينا عليه نلقى فيه blood vessels بتغذي من الداخل وفيه نهوات تعتبر فيه ovum primary ovum كتير في الحقيقة كذا واحدة لكن واحدة قالت علي أنا الدور هبتدي أبقى mature ovum فقالوا لها أهلا وسهلا بس علشان تبقى mature لازم تيجي إشارة من pituitary gland. بص كده إشارة دي عبارة عن FSH gonadotrophic hormones levels secreted in bloodstream from anterior pituitary gland و تبتدي تخلي مين؟ تخلي ovum تبقى mature. ازاي؟ انها تتحوط بفوليكل. الفوليكل دي developing follicle والفوليكل في النهاية بسميها graafian follicle والgraafian follicle فيها mature ovum. mature ايه؟ ovum. لغاية فين؟ لغاية المرحلة دي كلها باللون الدار كده لغاية هنا لغاية تقريبا الميد سايكل بتاعت المنسترال سايكل بيحصل ايه؟ بيحصل ريليز للأوفم. ازاي؟ بيجي هرمون اخر اسمه LH كان الاول ماشي نورمال ستريت فورورد كده خب فجأة قبل داي 14 في الريجولار سايكل يحصل ايه؟ بيك انكريز رهيب جدا في LH هرمون. البيك دي يقابلها ايه؟ يقابلها بيرست انفجار او رابتشر للفوليكل يخرج منها مين؟ الاوفم. الاوفم دي تعتبر ماتشور اوفم. واضحه؟ طيب يبقى كم هرمونز دلوقتي؟ تو هرمونز. ال FSH فوليكل ستيمولييتنج هرمون هو اللي خلى الاوفري يجهز الفوليكلز تعمل فوليكلز. طيب وايه كمان؟ الهرمون الاخر LH ملوش دور غير ان في الحته دي ابتدى بارير قبل الاوفيوليشن حصل له بيك عمل اوفيوليشن عمل ريليز لايبريشن لمين للاوفر ادي تو هرمونز. طيب برضو عاوزين نقول المرحله بتاعت الفوليكل اي فورميشن دي يا ترى الفوليكل هي بس بتعمل ماتوريشن لمين؟ للاوفر بس داخلها؟ لا ده هي الاوفر الفوليكل فيها سيلز والسيلز دي عماله سكريت سكريت هرمونز والهرمونز دي استروجين هرمون. نبص كده على الاستروجين هرمون مش موجود في الرسمه دي. طب يروح فين؟ هيروح للبلد. يعمل ايه؟ يعمل الفيميل سكندري سيكشوال كاركترستكس. سكندري سيكشوال ايه كاركترستكس هنعرضها فيما بعد. طيب وبعد كده ده استروجين ويعمل ايه كمان؟ ثيكنينج لليوترس يعمل ثيكنينج وديفلوبمنت لليوترس. طيب يعمل بريبريشن لليوترس عشان يستقبل مين؟ يستقبل الاوفم دي لو حصل لها فيرتلايزيشن باي سبيرم. اوكي يبقى عرفنا هنا الفوليكل سيكريت استروجين مسؤول عن الريجوليشن اوف منسترال سايكل ومسؤول كمان على الايه الفيميل سكندري سيكشوال كاركترستكس. طيب خلصنا كده مين الجزء الاولاني.
الجزء الثاني ال LH طبعا مسؤول عن الاوفيوليشن. بعد الاوفيوليشن في الحقيقه وريليس اوف اوفم، البقايا الاشلاء بتاعت الجرافيان فوليكل دي تلملم نفسها وتعمل حاجه اسمها كوربس ليوتيم. كوربس ليوتيم يبتدي يكبر شويه بشويه. طب الكوربس ليوتيم لما يكبر شويه ليه وعلشان ايه؟ وهيقعد يدي ايه؟ اولا يقعد في الاوفري لمده 3 شهور. ياه 3 شهور يقعدهم في الاوفري يعمل ايه؟ طب وش معنى 3 شهور؟ ليه ما يقعدش اكتر؟ طيب في اي منستر سايكل هيقعد 3 شهور؟ قال لك لا، يقعد 3 شهور لو حصل ان الاوفم دي حصل لها فيرتلايزيشن، يعني بقت زايجوت، يحصل بريجنانسي، يبتدي يشتغل ويقول يا جماعة أنا هعمل عقد مع الأوفري وهعيش داخله لمدة 3 شهور. علشان إيه يا كوربس ليوتيم؟ علشان أضمن إن فيرتلايزد إج اللي هي إمبريو تفضل موجودة في الفترة الأولى من البريجنانسي لمدة 3 شهور. بس بشرط كمان من فضلكم أنا همشي بعد 3 شهور، جهزوا حد يقوم بمقامي أنا. مين الحد ده؟ طبعا اكيد انتوا عارفين البلاسينتا، والبلاسينتا هتبتدي فعلا تاخد الدور ده من بدايه الشهر الرابع لغايه الاند اوف اي بريجنانسي لغايه البيرث. يبقى كتر خيره كوربس ليوتيم هيعمل عقد لمده كام شهر؟ 3 شهور، يشتغل فيهم بجد ونشاط، يطلع تو هرمونز. ايه هما تو هرمونز؟ استروجين وبروجسترون، بس بروجسترون باعلى كميه، اعلى شويه من الاستروجين. بروجسترون يعملوا ايه؟ يعملوا ثيكنينج لليوترس، يكبر شويه بشويه ويتضخم علشان يستوعب الفيتس داخله في الجروث بتاعه. اتفقنا على كده؟ طبعا كل الكلام ده هيتقال تاني في الريبرودكشن، بس حابب ادي هنت ونربط الاندوكراين بالريبرودكشن. المفروض في الحقيقه حاجه واحده، يعني انا قدام شويه هعمل لكم فيديو خاص بالجزء ده كله مع بعضي، مع بعض ريبرودكشن مع اندوكراين. اوكي بس خلينا حته حته فوركل ستيمولاتنج هرمون. تعالوا نشوف الانسرز ايه في الاخر. هو قال لك ايه عشان ما ننساش؟ قال لك ايه هنا هوت، بس في حاجه هنا هوت، انا ما كملتش يا اولاد الكوربس لوتيم. لو كان في فيرتلايزيشن يقعد 3 شهور، طب نفترض ما فيش فيرتلايزيشن، يا دوبك يكمل السايكل اسبوع تقريبا مثلا بعد الاوفيوليشن، مفيش هرمون بريجنانسي، فبالتالي يلغي العقد كونتراكت ما بينه وبين الاوفري، ويبتدي ايه؟ يبقى كسلان، ما يطلعش ولا بروجسترون ولا استروجين، والنتيجه يحصل منستريشن، يحصل بليدنج، ونعيد الكره من جديد او الكره من جديد، نعيد تاني السايكل من جديد، ده يختفي تماما. اهو كاتبين هنا ايه يا اولاد في الليبل؟ رققوا في الرسمه قوي. ديجنريتنج كوربس ليوتيم ده امتى؟ اف نو فيرتلايزيشن تيكس بليس. هو كان عنده استعداد يقعد معانا 3 شهور، طب ما قعدش ليه؟ ما هو فيش فيرتلايزيشن، هيقعد يعمل ايه؟ ده هو كان قاعد علشان يعمل ثيكنينج ويعمل ماسكولاريزيشن، يعني يعمل مور ماسلز لليوترس عشان تستحمل، ويعمل مور بلاد فيسلز علشان تستوعب البيبي والفيدنج بتاعه. مش هو مش بيبي، هو فيتس، تستوعب الفيتس جروس. لكن دلوقتي مفيش امبيريو، مفيش فيتس، هيشتغل ليه وهيقعد ليه؟ لازم ديجنريت، واول ما يحصل ديجنريت نبتدي سايكل جديده وهلم جرى. الكلام ده بيكرر كل 28 دايز اللي هي الريجولر منسترال سايكل في الفيميل. اوكي نكمل كده مع بعض. لو بصينا الانسرز، هما جونادوتروفيك هرمونز افكتيف فانكشن اوف جونادز الاوفرز ان فيميل. الاف اس اتش بيعمل جروث اوف اوفيريان فوليكلز لانها داخل الاوفري، طيب اند كونفرتنج ذم تو جرافيان فوليكلز. عظيم طبعا بداخل الماتيور اوفم. الليتونايزنج هرمون ال اتش ريسبونسبل فور اوفيوليشن ريليز اوف اوفم فروم اوفري باي اي باي رابتشرنج جرافيان فوليكل. البقايا تبقى كوربس لوتيم
the remains change into corpus luteum. طب بعد كده graafian follicle and corpus luteum produce a estrogen وكمان بروجسترون. بعد اذنكم نكملها بروجسترون and بروجسترون. طيب الاستروجين لوحده يعمل ايه؟ الاستروجين لوحده is responsible for appearance of a secondary sexual characteristics of females. هناخدها بالتفصيل فيما بعد. اللي هي المسلز تبقى يعني less muscles ومور fat deposition وفي softness في الفويس وفي broadening للهبس وفي enlargement للبريست. هي دي السيكشوال secondary sexual characteristics. اوكي نكمل. ومسؤوله طبعا الاستروجين عن regulation of menstrual cycle. بس اسمحكم graafian follicle هنا هوت تتحول لكوربس لوتين بريديوس استروجين اند بروجسترون. اوكي الاستروجين هو ليه الاي كاركترز كده. الانسرز خلصت بتاعت. نكمل مع بعض. compare between متوقع ايه بقى FSHL and LH تاني in terms of the effects of each on the male human. السؤال اللي فات كان في male دلوقتي male human. نشوف اللي بيحصل. ادي التستس LS وده TS في التستس وده الديفلوبمنت او جاميتوجينيسيس بتاعت مين السبيرمز وادي السبيرم. طب ايه علاقه ال FSH و LH بالكلام ده؟ نبص كده مع بعض. برضو هنقول ال FSH وال LH جونادوتروفيك هرمونز. حلو قوي ناخد درجه. نقول ان ال FSH مسؤول عن فورميشن اوف ايه سيمينيفرس تيبيولز. كل تيبيولز دي اللي داخل التستس اسمها سيمينيفرس تيبيولز هو اللي بيكونها ال FSH. طبعا ده قبل الادلتهود بيعد العده علشان يجهز التستس يكون سيمينيفرس تيبيولز تايب عظيم سبرماتوزوا سبيرمز. ده وقت الادلتهود تبتدي تكون سبيرمز لاول مره. يبقى ده ال FSH بيعمل كده. طيب ال LH قال لك ال LH مسؤول عن تكوين السيلز اللي هنا ان بتوين سيمينيفرس تيبيولز. في هنا تيشو اسمه انترستيشيال تيشو او انترستيشيال اي سيلز. ايه ده؟ ما بين كل سيمينيفرس تيبيول والاخر في تيشو ان بتوين. التيشو ده مسؤول عن تكوين ايه؟ الاندروجينز اللي هي تستوستيرون اند اندروستيرون الاثنين اندروجينز اللي هي الميل هرمونز يعني. حلو خالص. طب يا ترى التستوستيرون هيعمل ايه كهرمون؟ اكيد مسؤول عن السكندري سيكشوال كاركترستكس ان ميل زي الرافنس او الفويس بريكس ان ميل المور ماسلز وليس فات. مسؤول عن الهير في سيرتين ارياز ان بوديز. ده التستوستيرون هرمون. طيب نكمل كده. مسؤول عن growth of prostate gland and seminal vesicles اللي بتخزن sperms وقت لغاية وقت الإيجاكوليشن. أوكي يا أولاد ده الأنسرز بتاعتنا. اتكلمنا عن الـ FSH عمل إيه. اتكلمنا عن الـ LH interstitial والinterstitial طلعت تستوستيرون والتستوستيرون عمل إيه. دي كده الفول أنسر بتاعتنا. نكمل كده مع بعض. What happens in each of the following case? Acute hyposecretion of follicle stimulating hormone FSH in an adult male human. FSH في الادلت ميل. نرجع للصورة اللي فاتت. وhyposecretion. Hyposecretion يبقى اكيد اكيد ايه اللي هيحصل؟ هيحصل less number من seminiferous tubules. less او نو على حسب كميه ال FSH اللي هتنتج دي. طب هل ده هيأثر على الفيرتيليتي؟ اكيد هيأثر. ليه؟ هيأثر على السبرماتوجينيسيس وقت الادلتهود. هيأثر ال LH. هو سألنا على ال FSH بس خلاص يبقى هجاوب لك كده. اكيد affect الفيرتيليتي of male هيبقى infertile man. اوكي؟
ممكن هيكون سبيرمز لكن مش بالعدد الكافي، يعني مش انشور فيرتلايزيشن فيما بعد كده، مش انشور بريجنانسي للوايف. ليه؟ النمبر لسه نورمال، صح كده؟ واحيانا يبقى نو سبيرمز ات اول، ده كله افكتد باي الاف اس اتش. نكمل كده بعد سؤال اخر. What is meant by each of the following? Hypothalamus. ايه الهايبوثالامس؟ احنا خدنا هايبوثالامس ده اللوست بارت من البرين بتاعنا، ماله؟ واضح فيه سيلز غريبه شويه اسمها نيورو سيكريتوري سيلز. سيلز صحيح نيرونز لكنها ايه؟ سيكريتوري، تطلع هرمونز، غريبه شويه. تمام كده، النيورونز تطلع هرمونز، ده في حاله الهايبوثالامس. النيورو سيكريتوري سيلز تطلع هرمونز، الهرمونز دي تروح لمين؟ تعدي الانفانديبولم الستوك بتاع البيتيوتري، تنزل على البوستيريور لوب. ايه ده، ما راحتش بيتيوتري؟ لا ما راحتش، راحت للبوستيريور عشان تعمل ستورج. يبقى السكريشن بيتم هنا، سكريشن بيتم ايه هنا؟ يحصل برودكشن وسكريشن وبعد كده باسز او ترانسبورت ثرو ايه؟ الاكسونز الخاصه بالنيورونز، توصل لمين؟ للبوستيرير لوب ويتخزن، يبقى فور ستورج. بس خدوا بالكم يا اولاد، في فرق ما بين سكريشن وريليز او سكريشن وستورج، في فرق شاسع بينهم. مين اللي كون الهرمونز بتاعه البوستيرير؟ النيورو سيكريتوري سيلز اتخزنت فين؟ في البوستيريور لوب. مين هم الهرمونز دول؟ طبعا عددهم اقل من الهرمونز اللي فاتت، يا دوبك تو هرمونز. انتي دايوريتيك هرمون في ياثر على الكيدني تيبيولز، بياثر على اليورين فوليوم على حسب كميه الووتر انتيك والافيلابيلتي بتاعت الووتر اللي بنشربها كل يوم، هل في انف ووتر ولا في لاك، على حسب. هناخد الكلام ده بتفاصيل بعد شوية. الانتي دايوريتيك هرمون نتيجة انه بيأثر على الفوليوم اوف يورين، وبالتالي هيأثر على البلد فوليوم، وبالتالي يأثر على البلد بريشر، فبسموه الانتي دايوريتيك هرمون بسموه اسم اخر فازوبريسن. طيب والاكسيتوسين ده هرمون اخر بيأثر على اليوتراين ماسلز او ماسكلر وول، وبيأثر على الماميري جلانز. طيب هو مسألنيش غير الهايبوثالامس. يبقى الهايبوثالامس region in the brain that contains neurosecretory cells. دي كي ووردز لازم تبقى موجودة، لازم تتحط في الانسر عشان ناخد المارك بتاعتها. هي region من البرين، ماشي، مالها؟ contain neurosecretory cells، بعدين تعمل ايه؟ secrete hormones of neurohypophysis. الجزء ده البوستيريور ليه اسم اخر، اسمه ايه؟ نيورو هايبوثيسز، لانه بيستقبل الهرمونز من نيورونز. طيب بارت اوف بيتيوتري جلاند. طيب وايه كمان؟ ايه هي الهرمونز دي؟ ها السكريشن من دول، سكريت الاوكسيتوسين والانتي دايوريتيك هرمون، ما ناخدش ديتيلز اكتر من كده. طيب نكمل كده. What is meant by each of the following neurosecretory cells؟ هنقولها مرة كمان بنفس الرسم. They are found in hypothalamus region of the brain. وبعدين they secrete hormones of neurohypophysis part of the pituitary gland. Then stored the posterior. Then the hormones they are stored in the posterior loop of pituitary. يبقى الستورج للهرمونز دي في الايه؟ posterior loop of pituitary. الاكزامبل بتاعتك this hormones الانتي دايوريتيك اللي ليه اسم اخر vasopressin، وكمان الهرمون الاخر اوكسيتوسين. اوكي ادي تو هرمونز. Explain each of the following. The neurohypophysis part of the pituitary gland affects directly on the two kidneys. هنبتدي ناخد واحد واحد منهم من الهرمونز دي بالتفاصيل. ايه ده؟ Ability of pituitary gland to control the amount of urine. ده نفس السؤال تقريبا. ازاي ان يور هايبوثيسيس بارت بيأثر على تو كيدنيز؟ ازاي ان البيتيوتري جلاند ايبل تو كنترول اماونت اوف يورين؟
ازاي الانتي دايوريتك هرمون مينتين ذا برسنتج ان ذا بادي. خدوا بالكم دي اسئله امتحانات مختلفه لكن هي نفس الاجابه، هي نفس الاجابه. بصوا الاجابه تبقى ايه. الشرح بتاعنا تعالوا بينا، واضح ان الكدنز فيها نيفرونز، ده شكل اللي خدناه قبل كده زمان في سكندري 2، كان ده النيفرون ستراكشر. يحصل فلتريشن هنا والفلتريت ينزل في تيوبولز بتاعت الكدني او نيفرون تيوبولز، كدني تيوبولز او نيفرون تيوبولز. في الاخر في كولكتنج داكت. في الحقيقه ايه موضوع اليورين؟ قال لك بوستيرير بيتيوتري لوب اللي هي نيورو هايبوفيسيس ريليز انتي دايوريتك هرمون. قلت ريليز ما قلتش سيكريت، قلت ريليز. ليه ريليز؟ لان هي البوستيريوم ما انتجش حاجه، ده هو خزن بس، فطلع المخزون بتاعه. فقال لك ريليز انتي دايوريتك هرمون ان بلاد ستريم. هيروح لمين؟ يروح لكل البادي اورجانس. لكن هياثر على مين؟ على النيفرونز. في انهي جزء بالظبط؟ في كولكتنج داكت دي اساسا. يعني يزود البربيابيلتي. طب اشمعنى دي بالذات اللي هيأثر عليها؟ عشان عندها ريسبتورز الانتي دايوريتك هرمونز. دي اللانجوج ما بين الهرمون والريسبتور بتاعته. تارجت اورجان، ليه هو تارجت؟ لان عنده ريسبتور. قال لك بيعمل ايه؟ increases permeability of collecting ducts of nephrons of kidneys. ليه؟ زود البرميابيلتي النفاذيه يعني. فسحب ميه من الفلتريت بدل ما ينزل كله كيورين، يبقى اليورين دايلوتد ويبقى مور يورين كاماونت او فوليوم، راح سحب منه معظم الميه. في الحاله دي ايه؟ الحاله دي اسمها ري ابسوربشن. الميه رجعت للبلد فالفوليوم بتاع البلد زاد، فاكيد البريشر بتاع البلد يزيد. يبقى بيسموه انتي دايوريتك، حجز الميه ما خرجتش كيورين، والميه دي زودت الفوليوم اوف بلد وبالتالي زودت البلد بريشر فبيسموه فازوبريسن. طيب قال لك to reabsorb water back to the blood instead of losing in urine. ده امتى الكلام ده؟ امتى البيتيوتري تعمل الحركه دي تساعد على الريليز اوف انتي دايوريتك هرمون؟ لما يكون during hot days، during exercise، stress، severe stress، كميه اليورين تقل. ولو لاحظنا اليورين كفوليوم قل لكن كconcentration يبقى more concentrated. يعني ايه more concentrated؟ لقوه اغمق darker in color. ليه؟ اكبر كميه من solutes ده يبقى في اقل كميه من الميه، يبقى لون اليورين يتغير، يبقى dark و less volume او lesser volume. واضحه يا اولاد؟ ده امتى الكلام ده بيحصل؟ وقت stressed، عطشان قوي، exercising، وقت الهوت دايز، وقت السمر او الهوت دايز. ده اللي بيحصل يا ولاد. الانتي دايوريتك هرمون يتحكم في كميه ايه؟ الووتر ان بادي. ده هوميوستاسيس، ده كيب الاماونت والفوليوم اوف بلاد كونستانت. ده اللي خد نفسه قال الهوميوستاسيس، برضو البلاد فوليوم لازم يبقى كونستانت. تمام كده؟ ما يزيدش ولا يقل. لو قل هيقلل البريشر. طب لو زاد زياده لازم يعمل زيادة للبلد بريشر، وده في الحالتين فيه خطورة علينا، سواء هايبرتنشن زيادة البريشر أو هايبوتنشن البريشر. إيه الخطورة في كده؟ الخطورة في كده في الحقيقة، أنتوا عارفين يا أولاد زيادة الضغط بيتاخد برشام كده هو كعلاج، يعني بيخلي الشخص اللي عنده ضغط عالي ده يخش التويلت كتير، يعمل يورينيشن كتير. ليه؟ عشان يسحب ميه كتير. مع السلامه بره بره بره. طب لما مع السلامه دي معناها ايه؟ معناها الفوليوم بتاع البلد يقل، معناها بريشر يوصل للنورمال فاليو. طبعا ده بجرعات معينه تحت اشراف طبعا ميديكال ايه بريسكريبشن. واضحه يا اولاد الحته دي؟ طيب تعالوا بينا هنا الووتر ريابسوربشن. ادي فلتريت بدل ما ينزل في اليورين هوب رجع للبلد ايه كابيلاري تاني. ليه؟ في انتي دايوريتك هرمون اثر على مين؟ على الكولكتنج داكت. هي نفس الصوره دي، هي دي. ادي بلاد كابيلاريز شايله هرمون اسمه انتي دايوريتك، جاي منين؟ بوستيري بيتيوتري بعتته. اثر على مين؟ على الكولكتنج داكت بتاعت مين؟ بتاع النيفرون تيبيول، بالاخص في انهي حته؟ الكولكتنج داكت.
وبالتالي سحب معظم الووتر تاني باك تو بلاد دي بسموها ووتر ري ابسوربشن. التلات اسئله دول ليهم نفس الاجابه دي. اوكي يبقى فاهمين كويس. تعالوا بينا نشوف يا اولاد سؤال اخر. A runner has participated in a race without drinking enough water, enough amount of water. So the pituitary gland secreted a hormone X. What is carried by the blood to the two kidneys? Like mention the name of hormone X. أكيد أكيد without drinking enough amount of water. عمل exercising, عمل race, عمل running. يبقى بالتالي الهرمون ده antidiuretic. What is the effect of this hormone? إزاي affected two kidneys, affect collecting ducts in nephrons, tubules, في collecting ducts بتاعت النفرونز وبالتالي عمل reabsorption of most of water instead of losing inside urine. And how does it affect on the urine excretion? طبعا decrease the amount of urine and increase the concentration of urine. يبقى أكبر كمية من solutes الأملاح يعني أو salts dissolved in a least amount of a of water. فيبقى more concentrated وless volume. Okay. دي الانسرز بتاعتنا. نكمل كده مع بعض. Mention the role of vasopressin hormone in the human body. طب الفازوبريسين هو مين؟ هو الانتي دايوريتيك. How can we treat the low blood pressure during the surgical operations؟ ازاي تريت low blood pressure during surgical operations؟ اثناء العمليات الجراحيه بيحصل lowering blood pressure. ازاي بيتعالج؟ بيتعالج ممكن يجي من هنا اكستراكت من البيتيوتري جلاند بتاعت كاو مثلا. ودلوقتي بجيناتيك انجينيرنج نقدر نصنع كل الهرمونز ايا كان اسمها تتصنع بجيناتيك انجينيرنج. فنقدر نعمل اكستراكت من البوستيرير لوب اوف بيتيوتري اوف كاوز ونعمل بيها انجكشن او ناخد بيور انتي دايوريتيك هرمون ونعمل له ايه انجكشن في الشخص اللي لسه خارج من سيرجري. طيب ايه الرول اللي بيقوم بيه الفازوبريسين؟ نبص كده ادي المنظر. انتي دايوريتيك هرمون هو الفازوبريسين. انتي دايوريتيك هرمون هو نفس الفازوبريسين. هايبوثالاميك نيرونز اللي هي نيورو سيكريتوري سيلز سيكريت ال ADH stored inside posterior pituitary released in blood stream راح للblood vessels عمل vasoconstriction. vasoconstriction يعني ايه؟ عمل ضيق اليومن. ضيق اليومن معناه ايه؟ قلل الدايمتر بتاع blood vessels وبالتالي البريشر انكريس. وايه كمان؟ فاكرين لما اثر على الكدني رجع الووتر تاني للبلد increase the absorption of water. يبقى يشتغل على الكدني ويشتغل على blood vessels. هنا يقلل الديامتر بتاع blood vessels فعمل vaso constriction وهنا عمل more reabsorption. ده يزود blood volume وده يزود blood pressure. اتنين مع بعض increase blood volume increase blood pressure. اوكي ده الافكت ده اللي بيعمله الانتي دايوريتيك هرمون. اوكي يبقى تريتمنت باي انجكشن باي انتي دايوريتيك هرمون او فازوبريسين هرمون. بس من فضلكم في الحاله دي هنتكلم عن الفازوبريسين. يعني لو قلنا انتي دايوريتيك ايكوال فازوبريسين الاثنين واحد ما فيش مشكله، لكن نقدر نحطهم مع بعض في نفس الانسر. هما الاثنين نفس النيم. اوكي تعالوا بينا. What happens in each of the following cases? Hypersecretion of antidiuretic hormone. Yeah, hypersecretion يعني أكتر من normal ولا hypersecretion في cases معينة. ممكن hypersecretion نتيجة thrust أو ال exercising أو ال hot days. يبقى ده normally increases reabsorption of water وبالتالي يزود ال blood volume ويزود ال blood pressure. Okay. ده الهايبر سكريشن ويقلل اليورين اكسكريشن كفوليوم. انجكتنج ا بيرسون وذ ذا فازوبريسين هرمون طبعا ده هيعمل ايه؟ هيعمل الصوره اللي فاتت. هيعمل الصوره اللي فاتت يعمل ايه؟ يعمل فازو كونستريكشن فيزود بلاد بريشر. هيأثر على الكدنيز فيعمل مور ري ابسوربشن
الووتر انكريس ان بلاد والبلاد فوليوم انكريس وبالتالي برضو يزود البلاد اي بريشر. طيب دي أسئلة مختلفة، ما تتخضوش لما يكون في عندنا نوتس او كتاب مشهور بالأسئلة الكتيرة بتاعته، كل ده في شنك. يعني ايه في شنك؟ مهما السؤال اتغير هي نفس الكونسبت اللي انت ذكرتها، هي هي. يعني مش بكتر الحل على فكرة، بكتر الفهم ان الأسئلة دي واحد واجابتها حاجة واحدة. بس ساينتيفيكلي اكتب واقول ايه ده مهم. اوكي موفقين ان شاء الله. ناخد سؤال اخر. Give reasons the milk is secreted from mammary glands after after delivery. ليه الملك in woman بعد الدليفري بيخرج؟ ليه؟ طب ما خرجش ليه وقت بريجنانسي؟ نشوف كده هو القصة بتقول ايه. القصة هنا هو control of lactation. lactation هي عملية cycling of milk، عملية ejection أو release of milk. طبعا هنجيب سيرة الهايبوثالامس، بيأثر على البيتيوتري جلاند الناحيتين، أقصد التولوبس الأنتيريور عشان تطلع برولاكتين، وبرولاكتين يأثر على الممري جلاند عشان ملك برودكشن ملك سينسيسز، والبيتيوتري اللي هي البوستيريور لوب اللي هي نيورو هايبوفسز عن طريق نيورو سيكريتوري سيلز تطلع أوكسيتوسين بيساعد على ملك ريليز يعمل إجاكت ده وقت البيرس اوتوماتيك. اول ما البيرس يخلص خلاص يحصل ملك ريليز؟ لا، لازم يحصل حاجه اسمها ساكلينج افكت، ده الاستيمولس. يعني لازم النيو بورن يبتدي يقرب ناحيه البريست بتاعت مامته علشان يبتدي اول استيموليشن للمامري جلاند تو ريليز ملك. يبقى لازم ده سنسوري انبوت، وكل ما كان في ساكلينج للنيو بورن نيو بورن اكتر، كل ما كان الهايبوثالامس ستيموليتد يطلع اوكسيتوسين اكتر، يعمل ريليز اكتر، اكل البيبي اكتر، ويطلع برولاكتين عشان يكون ملك جديد ان سو. طب ما فيش ساكلينج ده مش هيحصل، الملك مش هيخرج ابدا. واضحه يا اولاد الحته دي؟ دي مهمه جدا. طيب ده معناها ايه؟ معناها دي كنترول، يعني مش ما فيش حاجه معمولها بهازرز كده اي كلام، لا معموله كنترول، معمول حسابها. طيب ادي البيبي اهو بيعمل سايكلينج للبريس بتاعت مامته، طبعا ده بوزيتيف فيدباك يخلي الهايبوثالاموس سكريت على طول هرمونز برولاكتين وسكريت اوكسيتوسين. اوكسيتوسين ملك اجكشن، لكن مين اللي صنع البرولاكتين؟ واضح يا ولاد؟ نقول الكلام ده، هنقول قصه الاثنين هايبوفسز اثنين ادينو هايبوفسز الانتيريور بارت اوف بيتيوتري جلاند سكريز برولاكتين هرمون ذات ستيموليز ذا ملك سكريشن اور برودكشن فروم ذا ميموري جلاند بريستس افتر ديليفري. طيب ده الادينو. طب النيورو، النيورو سكريت ايه؟ اوكسيتوسين. هنا في الحقيقه نيورو نفسه هايبوفسز، يعني نقدر نقول ريليز اوكسيتوسين هرمون ذات ستيموليت ريليز اوف ملك افتر ديليفري ساكلينج اكشن ديورينج لاكتيشن. كل الكلمات دي معبره وعاوزينها في الانسر. اوكسيتوسين هرمون سيموليت ريليز وساكلينج لازم تتحط في الموضوع. عندك الصور حاول تذاكرها كويس هتفهم منها كتير. البايو معناها صور كتير على فكره، كل ما شفت صور اكتر وفهمتها كويس تقدر تعبر بيها كويس. Give reasons occurrence of uterine muscular or muscle contraction during delivery اللي هو labor. ليه في labor؟ ليه في طلق؟ contraction ده هي مرحلة الطلق. الطلق معناه severe contraction or relaxation للmuscular wall of uterus to eject to release to let the baby or newborn exit from a dark world inside the uterus to our world. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لك اوكسيتوسين او اوكسيتوسين هرمون ذات ريليز فروم بوستيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند سيموليت ذا كونتراكشن اوف يوتراين ماسل سترونجلي ديورينج ديليفري بروسيس. ده اللي بيحصل، ان الاوكسيتوسين ليه دور اخر غير اللاكتيشن، بيعمل ماسكولار كونتراكشن. بص على الصوره دي قد ايه معبره.
البيبي زي ما انتوا عارفين في الاسبوع الاخير من بريجنانسي او الاسبوعين الاخرانيين يبتدي يشقلب نفسه بحيث الهيد ناحيه السيرفكس اوف يوترس، وخلاص هيبقى في وقت الدليفري النهارده مثلا. اللي بيحصل يعمل بريسنج على السيرفكس، هو بيعمل بريسنج يعمل ستيموليشن. بصوا ايه اللي بيحصل، قال لك هنا بدايتنا فين يا ترى؟ قال لك اول حاجه هيد اوف بيبي pushes against the cervix، تدي يخبط هنا. طيب لما يخبط هنا ايه اللي يحصل؟ nerve impulses from cervix transmitted to brain. ايه ده؟ الحته دي متوصله بنيرف امبلسز، innervated يعني فيها نيرف، نيرف فيدنج، بتاخد ايه الستيمولس توديه لمين؟ للهايبوثالامس. brain stimulates pituitary gland to secrete oxytocin، release الأكسيتوسين من البيتيوتري من البوستيريور لوب، هوب الأكسيتوسين كاريد ان بلاد ستريم ان يوترس، ويعمل ايه مور كونتراكشن ريلاكسيشن لليوتراين ايه ماسكولار وول تو اجكت بيبي تو اوتسايد. ادي الفكره يا اولاد. يبقى اول حاجه الخط اللي بيحصل في البيس بتاع السيرفكس دي يتسمع فين؟ تسمع في الهايبوثالامس، والهايبوثالامس يبعت اشاره بيتيوتري يقول لها المخزون بتاعك من الاوكسيتوسين اتفضل يعمل له ريليز، انا هديكي مكان اوكسيتوسين جديد. يزود هو البرودكشن من الاوكسيتوسين ويشجع بيتيوتري اللي هو النيورو هايبوثيسس بارت انها ريليز الاوكسيتوسين تو بلاد ستريم علشان يعمل مور اند سيفير وسترونجلي كونتراكشن اوف يوتراين وول تو ايجكت بيبي تو اوتسايد. دي عملية الدليفري أو عملية اللي طب نفترض في صعوبة، نفترض في صعوبة في إن البيبي ده يخرج difficulty in a in delivery process، بيتاخد يا أولاد حقنة عبارة عن أكسيتوسين تشجع عملية الطلق دي. استجاب خير وبركة، استجاب اليوترس أو الهايبوثالامس استجاب واليوترس استجاب بكونتراكشن خير وبركة، يبقى ولادة طبيعية. طب نفترض ما فيش استجابة بالرغم الحقنة دي، تم حقنها يبتدي يعمل سيزيريا يفتح الابدومين ماسكولار وول ويفتح اليوترس ويبتدي ياخد البيبي من جوه. ادي عمليه السيزيريا. امتى تتاخد؟ لما يكون في ديفيكالتي ان بيرس او يكون البيبي متشقلب، بمعنى اصح ده الوضع الطبيعي، الوضع متشقلب راسه فوق او في اي اتجاه يعني غير انه يكون ات اي سيرفكس بوزيشن. في الحاله دي نلجا للسيزيريا. نشوف الصوره ايه ده؟ ده الـ weeks of a pregnancy من 0 week بداية fertilization لغاية الـ 40 week. اللي بيحصل أكسيتوسين يجي في الأسبوع الأخير يزيد للطب ويبتدي يقل تاني، هو بيزيد في الحقيقة زاد زيادة رهيبة فبيأثر عملية الليبر ويكمل بقية الأسبوع. مفيش ما يمنع أكسيتوسين هيفضل موجود في بلاد ستريم شوية. ليه؟ مطلوب للمامري جلاند تو إجكت and the release of milk for lactation للنيوبورن بيبي. اوكي يكمل كده مع بعض. What happens in each of the following cases? Injecting a permanent pregnant woman in her fifth month of pregnancy with the extract of posterior lobe of pituitary gland of cow مثلا او sheep. ايه ده؟ injecting pregnant woman in here fifth month يعني لسه pregnancy ما تمش، ده احنا عاوزين 40 اسبوع يعني 9 شهور تقريبا او 8 شهور وشويه. طيب ما ده بدري هيشجع لي contraction و relaxation لان في oxytocin، هتبقى مشكله. هيحصل abortion طبعا، abortion معناها release بدري وطبعا هيتولد died ايه newborn. اوكي will die the abortion and the baby will die immediately. هيموت مش هيكمل. ليه؟ لان في organs not developed yet زي lungs مثلا ما كانتش في full development. ده lung بالذات نستنى الاسابيع الاخيره من البريجنانسي يعني تقريبا اخر اسبوعين لما نطمن اللنج حصل لها ويل ديفلوبد نبتدي يبقى في اجراءات معادي الولاده لو كان سيزيريا يعني تتاخد. Removal of posterior lobe of pituitary gland from pregnant woman. شلنا posterior lobe of pituitary from pregnant woman، بالتالي اوكسيتوسين مش ريليز،
لما يحصل بيرس حتى بالسيزيريا مش هيبقى فيه لاكتيشن زي الناس او مفيش بالمره، وبالتالي نيو بورن ده هنلجا لايه؟ لبوتل فيد او بوتل ميلك بيبي بدل ما ياخد الملك الطبيعي من مامته هياخد ايه؟ البوتلد ايه؟ ملك انستد. اوكي طيب. occurrence of disturbance in the secretion of neurohypophysis part of the pituitary. نشرح يعني ايه disturbance. معناه في لاك مثلا في الاوكسيتوسين او في مشكله في الانتي دايوريتيك هرمون، يبقى هنا نشرح الايفكت بتاع الاي دي اتش اللاك بتاعه او كمان الأكسيتوسين اللاج بتاعه، وبالأخص الأكسيتوسين بيأثر على الفيميل، يأثر على الفيميل. معروف قال لك في last months of pregnancy، يبقى نتكلم على مين؟ على pregnant woman. disturbance اللي حصل ده هيأثر عليها ازاي في last months؟ آخر سؤال كده هوت. mention the name of the hormone that indicate or indicates each of the following statements. hormone secreted by the anterior loop of pituitary gland and controls metabolism. طبعا هيكون مين يا أولاد؟ هيكون growth hormone. okay. طبعا hormone helps in the formation of seminiferous tubules and spermatozoa and testes. هيكون مين؟ طبعا FSH follicle stimulating hormone. hormone responsible for the formation and secretion of interstitial cells in testes. طبعا واضح انه هيكون LH luteinizing hormone. hormone that decreases the amount of urine excreted by increasing the absorption of water from kidney nephrons. antidiuretic hormone. طبعا بنكتبه كامل مش الابريفيشن بس. anti-diuretic hormone. anti-diuretic hormone. hormone that regulates the uterine contraction and has stimulating effect on the lactation process. طبعا prolactin. الانسر تبقى ايه؟ prolactin. سامحوني الكتابة بالقلم بتبقى صعبة شوية بالنسبة لي يعني، فبحاول بقدر الإمكان يبقى كلام أكتر من كتابة في الجزء ده. أوكي كده خلصنا تقريبا جزء البيتيوتري تماما، هنبقى لينا مراجعات شاملة عليها فيما بعد إن شاء الله، بس نخلص كل الشابتر مع بعض ويبقى جنرال ريفيجن فيما بعد لكل حاجة. طبعا واضح أنا أقصد إيه، ربنا يوفقكم كل حاجة possible بالنسبة لكم وأكتر كمان، وإنت capable وable إنك تبقى توصل للماركس اللي إنت عاوزها والسكور اللي إنت عاوزه، وربنا يوفقك كله بمجهودك وتعبك كله بشغلك وgood luck. أتمنى لكم كل خير ونتقابل في فيديو قريب قوي إن شاء الله. good luck. سلام يا أولاد.